بنتكلم على ساعات وهتظهر النتيجة. لكن يا ترى كل واحد كان في هذه المرحلة كان شعوره إيه؟ خايف ولا مطمن؟ قلقان ولا واثق من نفسه؟ واثق من قدراته؟ في كل الأحوال لازم دلوقتي نشيل من دماغنا خالص، وكل أسرة تشيل من دماغها نظرية المؤامرة، نظرية القلق، وتركز على حاجة واحدة بس، ولادها وابنها أو الطالب بتاع الثانوية العامة نفسه هيعمل إيه في اللي جاي؟ مستقبله هيخطط له إزاي؟ إيه هي الخريطة اللي رسمها علشان أول ما تخلص الجامعة يروح يشتغل في وظيفة مطلوبة في سوق العمل؟ وسوق العمل مش بس كمان طالبها، لا هو بيسأل عليها وبيدور على الخريجين منها. حتى لو كانت درجاتك عالية وأصبحت من الأوائل وقفلت كل المواد وجبت فيها الدرجات النهائية، مش دي نهاية المطاف، لأن لازم تقعد مع نفسك كطالب ثانوية عامة مقبل على مرحلة الجامعة وتخطط لهدفك المستقبلي بعيداً عن والديك وبعيداً عن أي نظرية مقارنات ممكن تتحط فيها أو ضغوطات ممكن تتحط فيها، لأن ده مستقبلك أنت. اسأل نفسك أولاً وأخيراً، أنت بتحب إيه؟ شايف نفسك فين؟ وبعد كده خد القرار وادخل الكلية اللي أنت هتحس إن هي هتطور وهتحسن من أدائك العلمي والعملي. وخلونا هنا نقف ونتكلم بمنتهى الصراحة، لأن الأمور أصبحت متغيرة، مفيش حاجة اسمها كلية قمة وكلية قاع، لأن أنت من يصنع القمة أينما كان. أنت بتصنع القمة أيوة باجتهادك، بتطورك، بفكرة اللي أنت ما بتقبلش اللي أنت تكون رقم في المعادلة أو رقم مضاف لأرقام سابقة. هو ده الفشل بحد ذاته، اللي انت تكون روتيني، اللي انت تكون نمطي، اللي انت تكون موجود في مكان بعد ما تخرج من الكلية ما بتضيفش دي. لكن النجاح اللي انت تكون مبدع، اللي انت تكون مختلف ومميز. هنا انت صنعت القمة أينما كنت. فإلى كل أولياء أمور وأولياء الأمور في لطلاب الثانوية العامة نصيحة مهمة جدا: العالم بيتطور، العالم بيتجدد كل ثانية، لازم تكسروا القواعد وتكسروا الروتين الأكاديمي. يعني ببساطة قوي تعرفوا إيه هو سوق العمل دلوقتي، لأن سوق العمل ما بقاش محتاج لبعض الكليات الأدبية أو الكليات العلمية، خلاص الزمن جار عليها وما بقتش مطلوبة. سوق العمل في الوقت الحالي محتاج الرقمنة، محتاج التكنولوجيا، محتاج الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسبات. الكليات دي هي المستقبل، هي اللي سوق العمل عاوزها، مش بس بنتكلم في مصر لكن بنتكلم في العالم ككل. علشان كده أنت سيد قرارك، اختار واحسم أمورك واعرف أنت رايح لفين وخطط لمستقبلك. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.